الجزء الثاني نزل، نزل اهو ومن نفس الحته. انت امي يخطب في الاضواء في هذه المواجهه، والكل مركز عليه والكل يراقبه ويترقب ماذا سيقدم. ضاعت الفرصه يا امبابي، شوف كيف فكر فيها، حب يلعب له كره لوب جميله كره، لكن مرات لكن راحت عالي عن المرمى. يا لهوي عالي قوي يا جدعان. يا لهوي ده النهائي، لازم نكسب دي. الفرقه دي والله قويه رغم انها نجمتين بس قويه يا جدعان، بيجي لها فرص كتير. بمهاره بيمر فيها، بيتخلص من الرقابه الان. يا لهوي لا لا لا، ارجوك ارجوك واحد تدخل يبعد الكره. اهيتا قديما المرة دي انا مش هتكلم، ستوب بقى علشان اوريكم مين اللي هيتكلم. يومو اوه ماشي، طيب ثانية بقى هتشوفوا مين اللي هيتكلم. هوقف بس، واحد ثاني خالص اللي هيتكلم. سمعتوا اهو، بس هنفتح بقى موسيقى بس بقى، من ده من عليكي اصلا. هي دي موسيقى يعني. يلا يا شباب ثانية واحدة، ثانية محترفين. انا هتكلم وهي هتقلدني. شفتوا خطره هذه البينيه، تغطية سيئه من الفريق الخصم، الحارس يمنع الكره لكن الكره ما زالت خطيره. هدف الامان، هدف الراحه، هدف الثقه، فارق الهدفين في المباراه. بالتاكيد المباراه لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي ايضا لان الوقت ما زال كافي للعوده. فرصه متاحه للعب العرضيه، خطوره مستمره بعد فشل ابعاد الكره. مبابي يضرب الان، تسويبه كانت سهله وحارس المرمى يتصدى. يا جدعان الكسندر جيرميتشيف جيرميتشيف في المساحه، كانت خطيره هنا لولا الرايه، قرار سليم مشاهدينا، التحرك ممتاز والبينيه كانت رائعه لكن التسلل كان موجود على الطرف لميسي والمساحه موجوده.
ميسي يخترق العمق الآن من الجناح. تصدي مثالي للكرة على الطاير. نيمار بيرسل الكرة في 18. يا ماركينو تحت ضغط الدفاع وبالتالي الكرة بتروح إلى خارج الملعب. نحن 2-0 نخسر. يا جدعان هنخسر ولا ايه يا جدعان؟ ده النصف النهائي. إليوي هنخسر هنخسر صح؟ إليوي يا لهوي يلا العب. ايوه البولجا اليونان بعد ما كانوا مسيطرين عليها. اوه يا عيني يا عيني يا بولجا البولجا يلعب لين بوبي وين بوبي. يا سلام يقترب من العودة. هدف واحد هيسجل دلوقتي. ها هي ماما انا هكسب ان شاء الله. شوف الهدف الجديد. لا 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 مينديز اسمه مينديز نيمار 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 يلعب واحدة. يا ميسي شوف القذيفة شوف الكرة لكن حارس المرمى ينجح في التصدي. الله كان بابي كان بابي كان بابي كان بابي كان بابي الكرة في منطقته. يا جد فيها خطورة. لا 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 ده الواحد لوحده ما عندوش حاجة. يا شباب شباب محتاج دعمكم. الحمد لله الحمد لله. يا رب يا رب يا رب. ايوه اوه الله عليك يا فراتي. يلعب واحدة نيمار الغدار نيمار نيمار يا معلم يا كبير يا كبير يا كبير يا معلم يا كبير. بس يا مش عايز اسمعك. الله ده اسمه جنة. جنة يا سلام عليك يا نيمار يا غدار يا ابن ال... يا ابن السويدار. لكلا فريقين ده بيقول لكلا فريقين عارفه. تمريرة ذكية رؤية ممتازة. الله عليك يا معلم. كيف ممكن تكون هدف؟ الله على التمرير. يا جنة بقى يعني اسمك بنت وبتلعب زي بنت. فنان متعني 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 متعني. الله يليوي والله افتكرتها وصلت لامبابي افتكرتها وصلت لامبابي. يلا يا شباب الفرصة. اندفاع أيوة. كبير استخلاص الكرة في منطقة الجزاء بدون خطأ. يا ابن اللعيبة الكرة بتتخلص قبل جات الخطورة. تصويبة باتجاه المرمى. حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. يو بقى دول شكلهم. لا يا لهوي الله عليك يا حسن. البولجا 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 اليول. يا الله على هذا التصدي. الله حارس المرمى يتألق. لا فعلا ما شاء الله. هانسن هانسن إتاحة الفرصة في هذه الكرة. ألكسندر جيرمي جيف جيرمي جيف قرار حقيقة غير ذكي بالتدخل بهذه الطريقة في منطقة ال 18. هجمة مرتدة. البولجا البولجا اليونيل البولجا اليونيل يا عم دي بعيدة قوي. يا ماشي انطلاقة من الخلف للأمام
سرعة في نقل الهجمة لكن في النهاية ضاعت الكرة. إذن دقيقة واحدة يحتسبها حكم المباراة كوقت بدل ضائع. امبابي عم الشوط الأول ينتهي بالتعادل 2-2. اثنين. يا لهوي دي اخر الليوي الكره معزز جدعان. دوري ابطال فرنسا احنا بنلعب على الدوري يا جدعان. حلوه من الدفاع خلصها افتكاك الكره السابقه وصلت الكره الى ليونيل ميسي في مكان سليم. البول جول يا عيني يا عيني تسديده لا تمر يا عيني يا بولكا. هنشوف الحته بعديها يا جدعان الجزء الثالث هيوصل لكم. يا لهوي يا جدعان بصوا منين اصلا يا عيني عليك يا بولكا. بصوا بصوا في العرض ده بصوا هنا يا عيني بقى يوه كانت سنة وكانت هتبقى عادية. طيب يلا يا سلام يلا يا جدعان سلام.